أهلا بكم. منذ العام 2003 والعملية السياسية تعاني أزمة نظام سياسي، بدأ من الوهلة الأولى أنه عاجز عن حكم العراق بشكل طبيعي، بل يمكن القول إن البلد في حالة فراغ سياسي غير مسبوق وفوضى عارمة وشاملة عززها غياب الانسجام بين قوى العملية السياسية. لكن برغم هذا الضعف البنيوي لهذا النظام الطائفي الذي صممه الأمريكيون والإيرانيون والفظاعات غير الإنسانية التي ارتكبها وتسببه بالانهيار الشامل للعراق وبلوغ البلد حافة الإفلاس المالي والانفجار الشعبي المتمثل بتظاهرات تشرين وما سبقها من حركات شعبية ضد هذا النظام، إلا أنه ما زال قائما واقفا حتى هذه اللحظة مواصلا فساده وقمعه الأمني، وكأنه مستند إلى جدار سميك وعال من الدعم الغير المحدود، الدعم الخارجي طبعا. النظام السياسي الطائفي في العراق ونموذج الحكم المطلوب لتحطيم العراق واحتضانه أمريكيا وإيرانيا هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف استمر النظام السياسي الطائفي في العراق كل هذه الفترة برغم ضعفه البنيوي وفشله العارم وجرائمه المتكررة ضد الشعب العراقي؟ وهل هو نموذج الحكم المطلوب أمريكيا وإيرانيا لإنهاك العراق وشعبه ونهب مقدراته الاقتصادية؟ وما مخاطر بقاء هذا النظام الطائفي مدججا بالميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة على العراق وشعبه ومستقبله؟ وهل ثمة قصور في تواصل القوى الوطنية والشعبية لتعريف المنظومة الدولية بكارثية هذا النظام واستمراره؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، إياد الدليمي. 17 عاما ويزيد والعراق في ظل فوضى سياسية تغيب معها ملامح الحكم المؤسساتي، فلا المنظومة الحاكمة القائمة تملك أسباب البقاء ولا تتمتع بمواصفات النظام سواء كان ديمقراطيا أو قمعيا. ومع ذلك ظلت قائمة طوال هذه المدة مع انعدام كل الأسباب التي تؤهلها للبقاء، إلا سبب واحد يكاد يكون الجواب الشافي لهذه الحالة الغريبة: الإرادة الدولية بترك العراق بدون مقومات قيام دولة. أنظمة قمعية كانت أشد مركزية وأقل إجراماً من المنظومة القائمة في بغداد، ومع ذلك عندما أرادت الدول الكبرى إسقاطها سقطت في فترة وجيزة، وما حصل في بعض دول الربيع العربي خير مثال. في العراق تتهيأ كل الظروف لرحيل المنظومة الحاكمة، فساد مستشر على جميع الصعد، غياب القانون، مؤسسات حكومية معطلة، صراع حزبي شديد، ميليشيات لا تلتزم بعقد سياسي موحد، تبعية للخارج متعددة الأوجه، وفوق ذلك شعب بمجمله رافض للمنظومة الحاكمة يثور عليها بشكل يومي متواصل على مدار السنين الأخيرة. لكن القشة التي تقصم ظهر العملية السياسية ما زالت غائبة. المتابعون للمشهد السياسي في العراق يدركون عدم إمكانية استمرار المنظومة الحاكمة بشكلها الحالي، لكن سقوطها المفاجئ يبقى مرهوناً بالإرادة الدولية، أو بعبارة أدق في الوقت الذي يأمر المجتمع الدولي بنزع أجهزة الإنعاش عن المنظومة التي منذ ولادتها تعد ميتة سريرياً. لكن المستفيدين من فوضى العراق أرادوا وجود هيكل صوري يسمى مجازاً نظاماً حاكماً. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في السر الكامن وراء استمرار النظام السياسي الطائفي في العراق برغم كل الموبقات والانتهاكات والجرائم والفساد التي اقترفها وطبعا سارت معه منذ عام 2003 وإلى اليوم. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، و الكاتب والباحث السياسي، ومعنا أيضا من العاصمة القطرية الدوحة الأستاذ إياد الدليمي الكاتب والصحفي، سيكون معنا عبر سكايب، وأيضا سيكون معنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، ونبدأ مع
أهلا دكتور، مع دكتور رافع الفلاحي الذي أسمعنا صوته الآن. دكتور، هذا النظام صممه الاحتلال الأمريكي طبعا بمعاونة الإيرانيين، منذ الوهلة الأولى بدأ أنه نظام طائفي محاصصي غير قادر على حكم العراق، واستمر لمدة 17 سنة. خلال 17 سنة ارتكب العديد، الفساد في أوجه، الجرائم بالملايين، حتى أوصل العراق إلى نقطة الانحطاط العام، إلى حالة الإفلاس، جرف كل ما هو في العراق من مادي ومعنوي. كيف استمر كل هذه الفترة هذا النظام واقفا صامدا بين قوسين حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. حقيقة حديثنا اليوم هو، يعني كما يبدو لي، هو محاولة لبناء مقاربة لفهم الأسباب الذاتية والموضوعية لعدم سقوط العملية السياسية والنظام المرتبط بها من أحزاب وقوى منذ عام 2003 لحد الآن. هذا النظام اللي وصفته بالفساد والخراب والدمار وكل الموبقات التي ارتكبها خلال 17 سنة. هناك ربما يعني علينا نتحدث عن نقطتين أساسية عندما يطرح هكذا موضوع. العقل يذهب إلى نقطتين أساسية، أما أن تكون التجربة ناجحة، يعني أن تكون العملية السياسية ناجحة ونظام الخراب الذي أسسته هذه العملية كما يدعي أطراف، كما تدعي كل أطراف هذه العملية، يعني أنه ناجحة، أو فشل القوى المعارضة، القوى الشعبية المعارضة لهذا المشروع فاشلة في أن تزيل هذا المشروع. دكتور اسمعني، النقطة الثانية راح تكون أيضا مدار بحثنا، قضية ما هو المطلوب من القوى الوطنية والشعبية في أثناء المواجهة مع هذا النظام، حتى نأجلها الآن، نبدأ بالأولى. نعم. يعني أنا فقط أفرش القضية وبعد ذلك ممكن نتناقش عليها. يعني إذا كان سقوط العملية السياسية والنظام المرتبط بها بكل قوى مستحيل وهو باقي، هذا الوضع الشاذ قائم، هل هذا هو الوضع الذي سنستمر عليه، أم أن الأيام تدخر إمكانية وفاعلية بأن تزيل هذا النظام؟ الحقيقة هذا شكل النظام هذا اللي موجود ليس جديدا. هم أطراف هذه العملية السياسية طوال 17 سنة يعني أتعبونا جدا، أتعبوا العراقيين بالحديث عن التاريخ، باستلال فقرات من التاريخ واستخدامها بطريقة فجة وبشكل كاذب، يعني اختراع حتى قصص من التاريخ واستخدامها لكي يعظموا من نفسهم، لكي يمهدوا الطريق لبقائهم أطول فترة. وما دامهم يتحدثون عن التاريخ ومتمسكين بالتاريخ ويغرقون العراق في هذا التاريخ، أيضا نتحدث عن التاريخ. في التاريخ عندما تقرأ، يعني قبل 700 عام عندما تقرأ في مقدمة الشهيرة العالم الاجتماع العربي المعروف ابن خلدون، نعم، تحدث عن نقطتين في أسباب سقوط الدول والأنظمة. نعم. نقطتين أساسية، وتحدث عن نقاط كثيرة، لكن نقطتين أساسية ربما تلخص كل ما نعانيه اليوم والصورة التي عليها النظام في العراق، عليها الوضع في العراق قبل 700 سنة تحدث عنها ابن خلدون. نعم. قال من تسقط الدول والأنظمة، يعني لخصها بعبارة، النقطة الأولى الظلم مؤذن بخراب العمران، هذه النقطة الأولى. وقال إنه هذه الدولة تصل إلى نهايتها والحكم يصل إلى نهايته الظلم الطاغي، إثارة وآثاره ومآلاته على المجتمع والناس والعمران. وتحدث أيضا عن نقطة ثانية هي الفساد، لكن وقال ما سماه هو بلغة الترع والطمع والانغماس بالملذات، وهي الفساد كعنوان أساسي للانهيار. وأيضا تحدث إثبات وجوه الفالحة التي تحكم هكذا أنظمة فاسدة مستبدة مترفة مثقلة بالماء الحرام والقوة المسلحة، مثل ما عندنا ميليشيات وقوى عصابية، عندما تتواجه مع القوى الرافضة لنظامها لحكمها بشكل ما تمارسه من حكم مباشرة، يعني تستأثر طالب بحقوقها. هذه الأنظمة مباشرة تطلب الدعم من القوى الخارجية. هو يتحدث عن استظهار
بسواهم من أهل النجدة والاستكثار من الموالي، الموالي القوى الخارجية. وهذه الأنظمة لها طبعاً الدول الخارجية مصلحة في هذه القوى الكالحة. هذا الشكل يعني ذهبت التاريخ لكي أن هذا النموذج لدي ليس غريب. دكتور أعتذر منك، الصوت يصلنا بشكل سيء، يعني أظن لا أدري من عندك أو من عندنا. إلى أن يضبط الصوت خلينا نروح إلى ضيفنا في الدوحة الأستاذ إياد الدليمي، وأرجع لك إن شاء الله حتى تكمل ما بدأت به. مساء الخير أستاذ إياد. حياك الله أستاذ ماجد، مساء النور، ومساء النور على كل مشاهدي قناة الرافدين ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. تحدث الدكتور رافع مقتبسا من مقدمة ابن خلدون عن أن الظلم مؤذن بالخراب في الدول، وأيضا الفساد أيضا من أسباب وعوامل خراب الدول أو الأنظمة. في العراق تجربة من عام 2003 وإلى اليوم، الفساد بلغت في الفساد الأعلى، في الظلم الأعلى، وهذا طبعا وفق تقارير المنظمات الحقوقية الاقتصادية، كل المنظمات التي تتعاطى مع ملفات وشؤون مختلفة. العراق في النقطة الأسوأ، وهذه التجربة أيضا الحقيقة جوبهت منذ بدايتها برفض ومواجهة من قبل قطاع كبير من الشعب العراقي. كانت هناك مقاومة وكانت هناك تظاهرات حتى وصلنا إلى يعني ربما يعني بلا مجازفة أو من ممكن أن يقال أن 90% أكثر من الشعب العراقي رافض لهذه التجربة، بل يواجهها. هناك تظاهرات في يعني الآن تظاهرات تشرين، مع ذلك هذه التجربة لا زالت كأنها واقفة صامدة، معافاة كل هذا الذي يجري حولها، يعني شركاء هل هذا النظام ليس في اعتبارهم، لا يقيمون له وزنا، مستندين إلى شيء آخر. يعني إذا نتكلم عن تجربة العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، أعتقد أن التجربة صحيح أنها باقية ولكنها ليست معافاة. أعتقد أن سر بقاء هذه العملية السياسية منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة هو رغبة الأطراف الفاعلة عمليا في الداخل العراقي ببقاء هذه المنظومة السياسية. أنا لا أتفق مع يعني الكثير مما يقال أن القوى السياسية ربما أو القوى الوطنية العراقية المعارضة لهذه العملية السياسية فشلت في التصدي لهذا المشروع الذي زرعته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد عام 2003. هناك رغبة دولية، وعندما أقول دولية أعني كافة دول المجتمع الدولي، لا أقصد إيران وأمريكا بالتحديد، وإنما كافة الأطراف الفاعلين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة كلهم شركاء بقاء هذه العملية السياسية العرجاء السيئة الكارثية على حالها. هم داعمون لهذه العملية السياسية بشكل أو بآخر. طبعا عندما نتحدث عن الواقع العراقي اكيد يعني يقفز الى البالي او الى الحاضره ايران والولايات المتحده الامريكيه باعتبارهما القوتان الفاعلتان الرئيسيتان على الساحه العراقيه، وهاتان القوتان لا ترغبان اي تغيير للعمليه السياسيه الجاريه في العراق. الولايات المتحده الامريكيه خلال تصريحات العديد من مسؤوليها عندما يتحدثون عن العملية السياسية الجارية في العراق يقولون أن يجب تغيير هذه العملية من الداخل، ويحاولون بين فترة وأخرى من أجل الدفع بدماء جديدة، من أجل الدفع بأفكار جديدة، من أجل الدفع بخيارات جديدة لهذه العملية السياسية من أجل بث الروح بها والبقاء عليها. أما بالنسبة لإيران فإنها مستفيدة ومستفيدة جدا من بقاء هذه العملية السياسية. أغلب شركاء الحكم السياسي اليوم في العراق هم شركاء وحلفاء وربما بعبارة أخرى وأدق تابعين لطهران، بالتالي لا ترغب بإنهاء هذه العملية السياسية. بالتأكيد هناك ردة شعبية غاضبة شاهدناها في الكثير من المراحل. نحن لا نتذكر التظاهرات تشرين حسب، وإنما نعود إلى العام 2011. نعم. العام 2013 عندما انتفضت المدن الستة، ومن ثم وصلنا إلى تظاهرات تشرين. هناك غضبة شعبية، ولكن ما الذي جرى؟ كانت هذه الغضبات الشعبية تجابة بقوة وبعنف لم يسبق له مثيل. هذا العنف وهذه القوة المجابهة التي توجه لصدور المتظاهرين منذ العام 2011 وحتى هذا اليوم لا تقابل أي رد فعل دولي
اللهم إلا بعض التصريحات الخجولة التي تصدر من هنا وهناك حين عمليات القتل عمليات، لكن عمليا هم داعم، وعندما أقول داعم هم يرغبون ببقاء العملية السياسية، هم يعتقدون أن تكلفة يعني هدم العملية السياسية أكبر بكثير من تكلفة بقائها، وبالتالي هم داعمون لمثل هذه العملية السياسية. ذلك أنا أعتقد أنها عملية باقية، ولكنها ليست معافاة، والانهيار قادم بالانهيار قادم. نعم، هذه الحركات الشعبية التي أتيت على ذكر أستاذ أياد من ثورة تشرين إلى ثورة 25 شباط، وأيضا تظاهرات العام نهاية العام 2012 في المحافظات المنتفضة وغيرها من التظاهرات هنا وهناك، إلى أي حد أضعفت هذا النظام، رفعت عنا غطاء الشرعية بين قوسين؟ الشرعية كان شركاء العملية السياسية داعموهم يتعكزون على قضية أنه هذا النظام يعني مستند إلى شرعية الانتخابات خارج من مظلة صناديق الانتخابات والاقتراع وما إلى ذلك. إلى أي حد آذى هذا النظام، رفع عنه هذه الشرعية بين قوسين الوهمية أو المضللة؟ يعني أنا تقديري أن التظاهرات، ويعني كلما يعني دائما نقول وأردد دائما أن الثورة لبنات قد لا تكتمل اليوم ولكن حتما ستكتمل غدا، المهم أن نضع اللبنة الأولى. الشعب العراقي وضع اللبنة الأولى لثورته منذ العام 2011، وهذه الثورة تتكامل يوما بعد آخر. هذه التظاهرات التي انطلقت سواء عام 2011 أو عام 2013 أو حتى عام 2019 وحتى هذه اللحظة رفعت كل شرعية عن هذا النظام السياسي القائم في العراق. اليوم لو أتيح للشعب العراقي أن يمارس حقه سواء الانتخابي أو حتى حقه بالتظاهر بسلمية ودون أن يعني يتعرض لما يتعرض له الآن، نعم، لرأيت كل العراقيين اليوم يخرجون عن بكرة أبيهم لاقتلاع جذور هذا النظام بالكامل. لكن شاهدنا ماذا فعلوا في عام 2011، شاهدنا ماذا فعلوا في عام 2013، ونشاهد إلى اللحظة ماذا يفعلون في التظاهرات التي انطلقت في المدن التي يقال أو يعني يدعون أنها تحسب عليهم وأن فيها جمهورهم. شاهدنا ماذا فعلوا في هذه المحافظات، شاهدنا عمليات القتل والاغتيال والاعتقال والتغييب القسري والإخفاء القسري للعشرات بل ربما المئات من المتظاهرين. لذلك هذه التظاهرات وإن لم تأتي على هذا النظام بالكامل إلا أنها بالتأكيد تضعفه وتضعه في زاوية حرجة، ويوما بعد آخر أنا متأكد أن اللحظة التي سينهار فيها هذا النظام بفعل ردة فعل شعبية ربما لم تكن محسوبة قادمة لا محالة، حتى وإن يعني حاولت الكثير من القوى الدولية الخارجية الفاعلة في الشأن العراقي أن تقف إلى جانب هذا النظام، ولكن حتما لحظة الحقيقة قادمة وسنرى انهيار هذا النظام، لأن هذا النظام وإن كان باقيا ولكنه غير معافى ويعاني الكثير الكثير من الإشكاليات، سواء من ناحية إشكاليته الشرعية أو من ناحية إشكاليته السياسية أو من ناحية حتى إشكاليته التنظيمية والحزبية والمسلحة وعلى كافة الصعد والأنظمة. نعم، أشكرك دكتور ثامر العلواني في عمان. هذا النموذج الموجود الآن يعني في العراق الذي صممه الأمريكيون من 2003 إلى اليوم، هناك من يقول أنه فعلا هو هذا النموذج المطلوب للحكم في العراق الجديد بعد عام 2003. ما أحدثه هذا النظام في العراق من خراب على كل المستويات هو المهمة التي كانت مسنودة لهذا النظام، منوط بها هذا النظام، هو الذي مطلوب منه هكذا. فعلا الصورة هكذا أم هذا النظام تعرض لربما تحديات وصعوبات كثيرة جعلته بهذا الضعف أو بهذا التشوه؟ تحية لك أستاذ ماجد ولضيفيك الكريمين. بلا أدنى شك أن نظام الحكم الموجود في العراق اليوم أمريكا وإيران هما المتحكمان به وبأحزابه وحكوماته، ونظام السياسي هو مطلوب وناجح لخدمة مصالح الاحتلال الأمريكي والإيراني. هم يريدون ذلك لأن من أتى بهذه الأحزاب وسلمها إدارة البلاد وفرضها على الشعب العراقي بقوة السلاح والتدمير الهائل هو أراد استمرارهم، لأنه لا يوجد طريقة لتدمير العراق أفضل من استخدام النظام الحالي في العراق. أحزاب فاسدة موالية للخارج تحرص على إرضاء من أتى بها إلى السلطة،
تقدم مصالحهم الشخصية ومصالح إيران على مصلحة الشعب العراقي، هذا يعني أن استمرار معاناة العراقيين هي بدعم أمريكي وبدعم دولي وبتنفيذ إيراني مباشر وغير مباشر. حقيقة أريد أن أؤكد على مفهوم لا بد منه، وهو أننا في بعض الأحيان نقول أن النظام السياسي في العراق فشل في عدم قدرته على تحقيق الأمن الوطني، تحقيق التنمية، تحقيق الاقتصاد، لم يستطع أن يدير البلاد عموماً. وشواهد الفشل طبعاً معلومة لكل العراقيين، صغير وكبير، رجل، امرأة، متعلم، غير متعلم، الكل يعلم أن الوضع في العراق مأساوي. لكن عندما نقول أن النظام فشل في العراق فنقوله من باب التجوز، وإلا فإن هذه الحكومات المنبثقة عن النظام السياسي القائم في العراق اليوم هي ليست فاشلة من وجهة نظرها ومن وجهة نظر من أتى بها، بالعكس هي نجحت في تدمير وإنهاء العراق، وهذا هو المطلوب منها، لأن الإتيان بها هو من أجل تدمير العراق، لأن حقيقة العراق وواقع العراق اليوم في وضع مأساوي وسيء جدا، وهو في أشد حالات الفوضى والضعف والانهيار. لا توجد دولة تعمل على قيادة العراق بشكل صحيح، بل إن من يقود العراق اليوم من أحزاب السلطة منذ 2003 همهم وشغلهم وهدفهم هو تدمير العراق وإنهاء الشعب العراقي بشكل كامل. لأنه من غير المنطقي ومن غير المعقول أنه بلد يمتلك ثروات عملاقة، خيرات واسعة، لا يملك ماء صالح للشرب، ليس فيه مستشفيات لعلاج الناس، بل فيه أماكن لموت المرضى، ليس فيه تعليم محترم، لا تستطيع حكومته أن تؤمن رواتب الموظفين من ميزانية بلد تبلغ وتتجاوز 100 مليار دولار. طيب أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا البنى التحتية منهارة بشكل كامل؟ الطرق غير صالحة، المجاري منهارة، البطالة تتجاوز 40%، وكأننا في عصر الجهل والظلام. لا يمكن أن يفسر هذا الأمر إلا بشيء واحد، وهو أن هؤلاء عملهم وهدفهم هو تدمير العراق وإنهاء شعبه بشكل كامل، جعل العراق في دوامة مغلقة من الأزمات ومن المشاكل والتهديدات الداخلية والخارجية. ما لا يمكن الخلاص منه إلا باختلاع أسباب هذه المشاكل وهذا الأمر، وهو اختلاع النظام السياسي الموجود في العراق الحالي. طبعا على ذكر الإفلاس المالي وما إلى ذلك، اليوم أمس تقرير مجلة فوريان بوليسي تقول أن العراق ماض إلى انهيار مالي بسبب هشاشة وضع الدولة، وهذا قد يؤدي إلى تبعات خطيرة حتى على النظام السياسي القائم. دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك أيضا من يقول أن هذا النظام معذور، لأن هذا النظام منذ اليوم الأول جوبه بتحديات كبيرة وصعوبات، يعني كان أيضا شرعيته الحقيقة ليس هناك من شرعية، على اعتبار أنه نتاج احتلال عسكري للبلد جابهت التحديات منذ البداية، هناك مقاومة وهناك ما يسمى الإرهاب، ثم تلاحقت هذه التحديات بقضية التظاهرات ومن هذه التظاهرات الموجودة الآن، ولذلك لم يعطى الفرصة الكافية ليقدم نفسه بشكل أفضل ليلتقط أنفاسه، يخرج من أزمة فتتلقفه أزمة أكبر، أزمة فساد، أزمة إرهاب، أزمة مقاومة، أزمة تظاهرات، أيضا تركة سابقة ما قبل 2003 كلها الحقيقة كأنها وضعت العصي في إطارات هذا النظام وجعلته ليس لا يتوقف بل يتراجع إلى الخلف. طبعاً أستاذ ماجد هذا الكلام غير حقيقي الحقيقة. نعم. لو يسمعون يعني أرباب العملية السياسية هذا الكلام يعني رقصوا له، لأن هذا الكلام اللي يريدون هو يرددونه دائماً، هم يرددونه دائماً، وهذا غير واقع وكذبة كبيرة الحقيقة. كل الإمكانيات توفرت أمامهم لصناعة بلد متطور، لكن المشروع ليس فيه هذه المفردات، المشروع أساساً هو لتخريب العراق، مشروع الاحتلال لم يأتي لبناء، لم يأتي لتقدم، لم يأتي لازدهار، بالعكس جاء لكي ينهي العراق، يكسر ظهر العراق، يكسر العراقيين، يكسر كرامتهم، يكسر قدرتهم على الإبداع والنمو والتطور، هذه الحقيقة. وهذا لأهداف كثيرة
يعني تخص الذين احتلوا العراق والذين يحتلونه الآن إيران وأمريكا ودول كثيرة وأولها إسرائيل. دعني أساساً أتطرق إلى الموضوع اللي سمعته. نعم الأطراف الدولية والإقليمية تريد بقاء هذه التجربة الرثة، نعم هذا نتفق عليه جميعاً، كل الأطراف الدولية والإقليمية مؤيدة وتعطي شرعية لهذا النظام وتوافق على كل وثاقة وتحضر معه كل الاجتماعات وتمهد له كل الطرق لكي يبقى هذا النظام بهذا الشكل، لأنه مطلوب أن يكون بهذا الشكل الضعيف المتهالك المدمر للعراقيين. هذا واقع حال، لكن هل علينا أن نستسلم ونسلم بأن هذا القرار هو القرار الذي لا يمكن أن نغيره؟ خلاص تجارب قرون طويلة تؤكد أن الشعوب هي من تختار مصيرها، وبالتالي القرار الخارجي ليس هو القرار الحقيقي الوحيد الذي يتحكم بالداخل. مرة يعني ربما دعني أذهب إلى رواية، ربما يعني مرة حضرت يعني في أحد الأماكن، كان لقاء مع يعني أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، وكان يتحدث من الشخصيات المهمة في الكونغرس الأمريكي والمؤثر في الإدارة الأمريكية السابقة، كان يتحدث عن إنه الوضع في العراق لا يمكن أن نتدخل به حتى لو الشعب العراقي وأحاط. دكتور اسمح لي أيضا، عدنا إلى نفس المشكلة دكتور رافع، راح نتوقف عند هذا الفاصل القصير حتى يتاح يعني زمن لإصلاح هذا الخطأ اللي تكرر الآن. طبعا الزملاء في الهندسية يحاولون يضبطون الصوت يا دكتور رافع لأن يصلنا الصوت مو واضح. عموما نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا، ضيوف طاولة حوار لهذا اليوم، عن سر بقاء النظام السياسي صامدا أو واقفا لحد هذه اللحظة. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، وعسى أن يكون الخلل في الصوت يعني تم إصلاحه مع دكتور رافع الفلاح. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في سر بقاء النظام السياسي في العراق واقفا أو صامدا منذ 17 سنة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ إياد الدليمي والدكتور ثامر العلواني. طبعا نكمل الحوار مع ضيفنا الدكتور رافع الفلاحي عبر الهاتف بسبب مشكلة الصوت عوية عبر سكايب. دكتور مرحبا بك مرة أخرى، وكمل اللي بديت به قبل الفاصل. حياك الله، تسلم لي استاذ ماجد. الحقيقه فلذلك انا اقول انه يعني كنت اتحدث انه انا حضرت يعني كنت شاهد على لقاء لاحد اعضاء الكونغرس من الاداره السابقه، وكان عضو الكونغرس مهم جدا ومؤثر في الاداره، وكنا نساله يعني ربما وكانت واحد من الاسئله يسالوه الموجودين انه ما الذي هو كان مقتنع انه التجربه الامريكيه في العراق تجربه خطا، وما حصل في العراق كان خطا، ويعني لكن هو ليس بيده تغيير هذا الحال، هو جزء من هذا النظام. المهم كنا نتحدث انه قال لو الشعب العراقي كله خرج بالنص هكذا واحاط بالمنطقه الخضراء ويكتف ضد الفساد، وامريكا ستؤيد المنطقه الخضراء وستؤيد النظام الموجود. لكن عندما يعلن البيان رقم واحد ويزال هذا النظام ويقاطعه الشعب بشكل كامل، ستضطر الولايات المتحدة رغم مشروعها والعالم كله والأمم المتحدة إلى تأييد النظام الجديد مهما كان شكله ومهما كان معارضا لسياسات أمريكا لتوجهاتها
لمشروعها الذي جاءت به في العراق، مضطرة أن تتعامل مع العراقيين والعالم كله يتعامل مع العراقيين. هذا يقودني مرة أخرى إلى أنه الأطراف الدولية والإقليمية نعم تريد بقاء هذه التجربة الرثة، لكن من يدفع الثمن هو الشعب العراقي. هل الشعب العراقي عليه أن يستسلم ويسلم بهذا القرار؟ دكتور اسمح لي قبل أن تسترسل في نقطة أنه هذا النظام يحاصر ويقاطع. الآن هذا النظام الآن واقع حال، أليس مقاطعا؟ أليس منبوذا؟ أليس مكروها؟ مقاطعة لانتخاباته في عام 2018 كانت نسبة المقاطعة 83%، الآن تظاهرات آلاف، كان مئات الآلاف خرجوا ضد هذا النظام، والآن يتوقع للمقاطعة الشعبية في الانتخابات القادمة ربما ستصل إلى أكثر من 95%. نعم نعم، هذا جزء من التوجه نحو الأهداف بشكل واضح. كل التظاهرات التي خرجت قبل ثورة تشرين كانت لديها أهداف وكانت غير موحدة في اتجاهاتها. يعني نحن لدينا في المعارضة، يجب أن نعترف، وهذا ليس جلدا للذات، هذه حقيقة يجب أن نعترف بها لكي ننظم نفسنا، هذا لكي نقوم وضعنا، لكي نرى مسيرتنا. هذا النظام متهالك فاقط بكل المقاييس. نعم. منتهي. لكن لدينا خلل نحن أيضا في قوى المعارضة، أنا أقصد القوى المعارضة الشعبية التي خرجت بتظاهرات وآخرها ثورة تشرين. تسمح لي دكتور تسمح لي نأجل هاي النقطة كم دقيقة وأنا أرجع لك إن شاء الله بها، بس خلينا حتى لا نحرقها نخليها ويانا، راح أسألك أنا بها. أستاذ أياد اليمي، مجلة الفوريان بوليسي اللي أشرت له الآن التقرير يتحدث أنه العراق يسير ويحث الخطى إلى انهيار مالي بسبب هشاشة وضع الدولة، وأيضا هناك تبعات سيئة على النظام، وأنت تعرف في الموازنة أو الميزانية اللي قررتها يوم أمس أو سربت تتحدث عن طبع عملة محلية دينار عراقي سيطبع، أيضا قضية رفع سعر الدينار أو الدولار مقابل السعر الحالي يصل إلى 150 ألف مقابل 100 دولار وغيرها من الإجراء، وعمليات خفض أيضا في قضية رواتب وما إلى ذلك. إلى أي حد ترى أنه قد تكون القضية المالية والاقتصادية هي قاسمة الظهر لهذا النظام وقد تعجل بنهايته؟ يعني فقط قبل أن يعني أذهب إلى هذه النقطة أحاول أن أضيء على مسألة جدا مهمة. نعم. التي تطرق عليها دكتور رافع. نعم. نعم، الشعب يمكن أن يعني يفعل ثورة، ممكن أن يخرج، ولكن نقولها بكل أسى. نعم. أن الفاعل الدولي هو من سيقرر في النهاية. نعم. رأينا الثورات العربية، وأعتقد أن لنا فيها تجربة، وتجربة يعني يجب أن تقرأ بشكل جيد. عندما خرج الشعب المصري كانت هناك رغبة أمريكية ربما بطريقة أو بأخرى لإزاحة حكم حسني مبارك بطريقة أو بأخرى. نعم. رغم أن هذا الرجل محسوب أمريكيا وأزيح. وعندما خرج الشعب السوري وطيلة أشهر طويلة يقتل ويذبح، لم تكن هناك رغبة أمريكية لإزاحة بشار الأسد وبقي بشار الأسد. نعم. بالتالي يجب أن نعترف أن الشعب مهما تظاهر يجب يحتاج بقوة إلى من يقف وراءه من هذه القوة الدولية الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. أعود إلى سؤالك الذي طرحته عن الانهيار. قبل أن تعود، في الحالة العراقية إذا كان الوضع أمريكيا المجتمع الدولي إقليميا ملقي بكل ثقلة خلف العملية السياسية، في هذه الحالة هل الناس في العراق كما يقال تصبط وتقعد لو وتيأس أم ماذا تفعل؟ لا لا أبدا أبدا، الناس لم تجلس، الناس لم تنتظر هذا الفاعل الدولي ليغير لها الواقع، خرجت وستخرج. ولكن أعود وأقول أن الثورة يعني بناء طويل، ليست مظاهرات تخرج هنا أو هناك، الثورة بحاجة إلى زمن، الثورة حتى تحتمل وتكتمل في نفوس الآخرين، في نفوس مجموع لا بأس به من الشعب، تحتاج إلى بعض الوقت. وفي العراق المهم أننا وضعنا لبنة الأولى منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة، ستأتي هذه اللحظة التاريخية التي سينهار في هذا النظام، وعند ذلك لا نحتاج للبيان رقم واحد، وإنما نحتاج إلى أن يعترف العالم بثورتنا. أعود إلى سؤالك بشأن الانهيار الاقتصادي في العراق. أعتقد أن الانهيار الاقتصادي يعني هو واقع حال. الفساد الذي ضرب العراق لا يمكن أن نتحدث عنه في هذه العتالة. عام 2021 سيحمل الكثير ربما من المفاجآت السيئة جدا للأسف للشعب العراقي.
ما سرب من المشروع الموازنة العراقية لهذا العام عام 2021 حقيقة هو مأساوي بمعنى الكلمة. الآن عندما جاءت حكومة مصطفى الكاظمي جاءت على دولة شبه منهارة بكافة جوانبها وتحديدا الجانب الاقتصادي، مما قيل أن الخزينة العراقية لم تكن فيها إلا ما يقال 9 مليون دينار أو دولار، لا أعرف بالضبط القيمة، ولكن كانت استخاوي هذه الخزينة. نتحدث عن حيتان فساد، نتحدث عن أحزاب فاسدة، نتحدث عن شخصيات فاسدة، نتحدث عن فساد لا يمكن تخيله عقل. بالتالي وصلنا إلى مرحلة الانهيار. هذا الانهيار الآن سيكون في شقه الأصعب على الشعب العراقي، هذا هو الانهيار الاقتصادي. والانهيار الاقتصادي وربما يكون الدافع الأهم الأبرز الذي سيؤدي إلى نشهد تظاهرات ربما لم تكن مسبوقة، حتى تظاهرات تشرين على روعتها وعلى يعني ضخامة الأعداد التي شاركت فيها، إلا أن وصول الفساد إلى لقمة المواطن العراقي أعتقد أنها ستؤذن بنهاية قريبة لهذه العملية السياسية. الواقع الاقتصادي يؤكد أن هناك عملية ربما صعبة جدا. العراق اليوم بحاجة إلى 10 مليار دولار على المرحلة الأولى من عام 2021. هناك طرح قدمت بها بعض الجهات الأمريكية لحكومة بايدن الجديدة لمنع وقوع الانهيار الاقتصادي للعراق هو أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية هذا المبلغ للحكومة العراقية شريطة أن تقوم حكومة مصطفى الكاظمي ببعض التفاصيل، وهذا بعض ما سربته وسائل الإعلام الأمريكية. لكن أنا أعتقد حتى لو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت هذا الرقم فإن حكومة مصطفى الكاظمي غير قادرة على تلبية الشروط الأمريكية. بالتالي إذا ما تأخر هذا الدعم الأمريكي الذي هو أحد أسباب بقاء العملية السياسية ربما سنشهد تظاهرات غير مسبوقة في العراق، لأن الواقع سيؤذن بأن الواقع على المرحلة القادمة ستكون مرة ومرة جدا على الشعب العراقي. على ذكر المرحلة أيضا المرة المستقبلية دكتور ثامر علواني، يعني هذا النظام الذي صنع هذه يعني جبالا من الحصاد المروى على كل المستويات وبلغنا مرحلة الانحطاط الكامل والإفلاس وما إلى ذلك، حتى رواتب موظفين حكوميين يعني ما عاد قادرا على تسديدها، هذا النظام مخاطر لو بقي فترة أطول على العراق، الآن هو عمره 17 سنة، ماذا لو بقي أيضا سنين أخرى؟ برأيك ما هي المخاطر المترتبة على البلد؟ مستقبل العراق وأجيال العراق في حال استمرار النظام الموجود ستكون كبيرة جدا وفاتورتها باهظة الثمن، بحيث ستعجز الأجيال اللاحقة عن القدرة على سدادها أو معالجة آثارها المدمرة. ما نراه اليوم من الفساد المتفشي في كل مفاصل الدولة وانهيار بسبب غياب العدالة المطلقة، بسبب عدم الاستقلالية للمؤسسات، بسبب أن النظام هو نظام العصابات والتهديد بالقتل والاعتقال والتغييب، هو المسيطر على القرارات الحكومية وإدارة الدولة وإدارات حتى الدوائر الصغيرة للدولة، بالإضافة إلى أن التدخل الخارجي هو من يضع الخطوط العريضة للتعامل مع العراقيين وسلب ثرواتهم. الاستمرار بالوضع الراهن يعني مزيد من التغول الإيراني في العراق، يعني التحكم المطلق لإيران في العراق، يعني أن يكون العراق محافظة من محافظات إيران، وهم صرحوا بذلك كثيرا. استمرار الحال على ما هو عليه يعني أن يكون العراق ومستقبل العراقيين والأجيال القادمة هو الخضوع للسيطرة المطلقة للميليشيات، يعني إنهاء العراق وحضارة العراق وتاريخ العراق بشكل كامل، والتحول إلى نظام الميليشيات والعصابات الإجرامية بشكل مطلق، يعني أن يسود القتل والتهجير وانتشار رائحة الدم في كل أنحاء العراق. الاستمرار بالوضع الحالي يعني أن ترى السفيه والمجرم هو المتحكم بالعراق وأرواح العراقيين. الاستمرار بهذا الشكل يعني قطع العلاقات مع الدول العالم والتواصل مع الدول العربية والإسلامية إلا من يوالي إيران. إذا استمرار الوضع الحالي يعني عدم الاستقرار، يعني الاستمرار بالحروب والأزمات بشكل كامل،
مما يعني إنهاء العراق وتدميره بشكل كامل ومطلق. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. في النقطة المؤجلة عن حجم المسؤولية الملقاة على القوى الوطنية العراقية والقوى الشعبية في التواصل مع المنظومة الدولية لتعريفها وإطلاعها ووضعها في صورة حقيقة الوضع الكارثي في العراق، هل تعتقد أن هناك قصوراً تقاعساً أو عدم القيام بما يجب القيام به للتواصل مع هذه القوى الدولية التي ما زالت تقدم الدعم والإسناد والغطاء لهذا النظام؟ أستاذ ماجد، في قضية أن تكون الصورة واضحة للفاعل الدولي للمجتمع الدولي، أنا أعتقد والكل كل يمكن يتفق معي إنه المجتمع الدولي يعرف حقيقة الوضع في العراق. نعم. يعرف تفاصيله ويعرف الكارثة التي فيها، لكن الهراوة الأمريكية وهذه التجربة الأمريكية تجعل كثير من الأطراف الدولية تسكت عنها ولأسباب خاصة، جزء من عدها الثروة الموجودة الكبيرة في العراق، جزء من عدها الرشاوى التي تعطى والعقود التي تعطى لدول، الامتيازات التي تعطى لدول وهكذا كثير، ومن ضمنهم الأمم المتحدة، وتجعلهم يسكتون عن الوضع في العراق. هذا من الناحية من هذه الناحية. من الناحية الأخرى، نعم الفاعل الدولي مهم في كل ثورة في كل تغيير، نعم الفاعل الدولي مهم، هذا أنا أعترف به وأتفق به مع ما يعني مع كل الأخوان، الفاعل الدولي مهم، لكن الفاعل الدولي ليس هو العامل الوحيد وليس هو العامل الذي نعول عليه دائما. أنا أقول في التجربة المصرية وفي التجربة السورية، أتحدث عن تجربتين جاء ذكرهما، في التجربة المصرية لولا الأخطاء الداخلية لما كان العامل الدولي قدرة على التدخل في الشأن المصري والتغيير للحالة. نعم. وهكذا بالنسبة للوضع في سوريا، المعارضة في سوريا مشتتة، الكل يغني على الإله، كل طرف يغني على الإله، وهذا واقع يجب أن نعترف به. ولدينا مثل هذا حقيقة، لدينا في قوانا المعارضة أيضا قوى تريد أن تركب الموجة وتريد أن تقود بأي طريقة في العراق، وتمنع الآخرين من ممارسة دورهم الحقيقي، وتحاول أن تصادر، نعم حتى في العراق، أنا أقصد في العراق، نعم 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 إيه؟ في العراق، وتحاول أن تصادر جهود الآخرين وتحاول أن تقود بأي طريقة، وكثير من الاجتماعات وكثير من التنظيمات فشلت بسبب قوى موجودة وتعرف نفسها تريد القيادة بأي طريقة، وهذه كارثة كبيرة، هذه واحدة من الكوارث. وحتى يعني دعني أقول لك أيضا وللتأكيد على أنه العامل الخارجي قد لا يكون المؤثر النهائي، المقاومة العراقية انطلقت من أول يوم، نعم، وهي مقاومة لم يدعمها الخارج، لم يدعمها أي طرف، ولا يستطيع أي طرف في الدنيا أن يدعي أنه دعم المقاومة، بل بالعكس كل القوى الإقليمية والدولية وقفت ضد المقاومة العراقية، لكنها سنوات طويلة 8 سنوات أو 9 سنوات قاتلت لوحدها، من استطاع، وكل القوى الأمريكية موجودة على الأرض العراقية لم تستطع، قوى بريطانيا وقوى العالم كلها ضدها، وقوى إيران لم تستطع أن تنال من المقاومة العراقية، بالعكس المقاومة العراقية كسرت مشروعهم، وهذا واقع حال، يعني ليس من باب الخيال، لكن من استطاع أن يعوق المقاومة هي أطراف داخلية عندما استخدمت كمخلب بيد قوى الاحتلال، نعم، قوى العامل الدولي، هذه الحقيقة. فبالتالي أقول أنه لدينا أطراف كثيرة النوايا الطيبة لا يمكن القبول بها، كثير من الشخصيات من القوى ادعت أنها معارضة، وبالتالي شاهدناها تهرول إلى العملية السياسية وتكون طرفة في العملية السياسية عندما قدموا لها الامتيازات، فبالتالي النوايا الطيبة لا يمكن الاعتماد عليها، علينا أن نصفي الإطار بشكل واضح، علينا أن نحدد الأهداف بشكل واضح، ثورة تشرين حددت الأهداف، لذلك سنة كاملة كل القوى الدولية لم تكن معها. نعم أشكرك أستاذ إياد الدليمي. هذا النظام الآن المستند إلى جدار الغطاء أو الدعم أو الإسناد أو المؤازرة الخارجية، وتحدثت أنت كل المجتمع الدولي الحقيقة يدعم هذا النظام أو العملية السياسية، الآن لو أن هذا النظام رفع عنا هذا الغطاء الخارجي خاصة القضية بيد أمريكا، وأمريكا الآن في حالة يعني على الأقل تنافر مع إيران، طبعا يعني هذه القوى الطائفية الموجودة مستندة إلى الجدار الإيراني، ماذا لو أن أمريكا رفعت الغطاء، تخلت
عن هذا النظام، هل ستكون ميليشياته وفرق الموت المدجج بها هذا النظام كفيل بإنقاذه وإبعاد شبح السقوط عنه ويكون قارب نجاة لإنقاذه، خاصة أنه أصبح الآن نظاما منبوذا بالكامل في الداخل العراقي وهناك تسونامي شعبي بوجهه، الميليشيات ستنقذه يعني ستكون الرافعة له وحبل الإنقاذ فقط؟ يعني بداية لنتفق على أن المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ليست جمعية خيرية لتقدم الدعم والإسناد لهذا الشعب أو ذاك على ثورته أو الدعم لتطلعاته وطموحاته. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية دولة مصالح تتدخل عندما يعني تشعر أن لديها مصالح في هذا التدخل، لذلك رفع الغطاء عن العملية السياسية أمريكيا أنا أعتقد أنه أمر غير وارد بالمطلق. الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بأن عملية التغيير في العراق يجب أن تكون من رحم هذه العملية السياسية. نعم. هي لا تؤمن بهدم المعبد على حراسه بالمق. نعم. هي تعتقد أن العملية السياسية، وقالت هذا الكلام تحديد للكثير من الشخصيات العراقية المعارضة التي قد يعني من الشخصيات والرموز أو الشخصيات المسؤولة في إدارة ترامب وحتى إدارة أوباما. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع دعم عن هذه العملية السياسية لأنها تعتقد أن فيها مصلحة، وعندما سترى هناك مصلحة في يعني قلع هذه العملية السياسية ستدعم. وشاهدنا ماذا جرى في السودان، هذا مثال قريب، شاهدنا عندما يعني مظاهرات لم تكن وراءها معارضة عظيمة ولا معارضة موحدة ولا كل هذا، ومع ذلك سقط البشير، وشاهدنا ماذا جرى بعده وصول إلى عملية التطبيع. لذلك يعني الآن حتى واحدة من هذه الأجندات المطروحة أنه على الحكومة العراقية أن تطبع مع إسرائيل بصريح العبارة، يعني سمعنا من بعض رموز العملية السياسية بعد 2003 قالوا أن يعني قرار التطبيع سيخرج من النجف حتى وليس من بغداد. لذلك هذه العملية السياسية ورموزها في العراق متشبثون بالسلطة، مستعدون لتقديم أي تنازل في سبيل بقائهم، وشاهدنا مسلسل التنازلات الذي قدموه في الكثير من الأحيان. نعم. منذ انطلاق تظاهرات تشرين ومن قبلها تظاهرات التي في المحافظات المدن الستة المنتفضة. بالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير وصلتها تجاه العملية السياسية عندما تشعر بحاجتها وحاجة صحتها لذلك، أما حاليا فهي تؤمن بأن التغيير يجب أن يكون من الداخل، وطبعا أي تغيير من داخل هذه العملية السياسية سيؤدي إلى مزيد من الكوارث بالنسبة للشعب العراقي. شكرا للأستاذ أياد دليمي الكاتب والصحفي، كان معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة، وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وضيفنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، والذين كانوا معنا في طاولة حوار لهذا اليوم لنقاش وبحث سر بقاء النظام السياسي الطائفي في العراق برغم ما اقترفه من جرائم وفساد وقمع وموبقات خلال 17 سنة الماضية. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.